بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس الصيام لهذا العام. وكنا قد قدمنا بمقدمة عرفنا فيها الصيام، وقلنا إنه في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها، وعليكم السلام. ثم ذكرنا أقسام الصيام، قسمناه إلى واجب بسبب المكلف وواجب بغير سبب المكلف. فالواجب الذي بسبب المكلف هو ما كان من جنس الكفارات والقضاء، وأما الواجب الذي بغير سبب المكلف وهذا من جنس الحكم الوضعي وهو رمضان، فنصومه وجوبا لأن شهر رمضان حل. ثم ذكرنا الصيام المستحب، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق ومقيد. فالمطلق هو ما كان من دون مناسبة، كمن يريد أن يصوم صياما متطوعا مطلقا، كأن يصوم الثلاثاء أو الأربعاء. والصيام مستحب مقيد، أي له سببه وله مناسبته، كصيام الاثنين والخميس، وكصيام عاشوراء، وكصيام أيام البيض إلى آخره. ثم ذكرنا الحديث الأم وعلقنا عليه. واعلموا رحمكم الله أن فضل الصيام عموما جاءت فيه أدلة كثيرة جدا جدا، ومن أبرز ما جاء أن الصيام يشفع لصاحبه، وهذا سبقت الإشارة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فيأتي الصيام ويقول: أي ربي، منعته الطعام والشهوات في نهاره فشفعني فيه. فيقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا فيه أن الصيام سبب للمغفرة، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، يعني ليس عادة كما حال كثير من المسلمين، إذا جاء رمضان يصوم عادة، إنما يصومه إيمانا، أي يعتقد فرضيته وأنه حق وأنه سبيل لزيادة الإيمان وسبيل للتقوى. هذا وش معنى إيمانا واحتسابا؟ والمراد بالاحتساب أي الرجاء من الله تبارك وتعالى أن يعظم الأجر من هذا العمل الذي هو الصيام. أن تحتسب أي أن ترجو المقابل أن يكون أجرا، هذا معنى كلمة احتساب، أي لا أريد مقابلا ماديا وإنما أريد مقابلا في سبيل الله، وهو الحسنات والأجر. وأيضا مما جاء في فضل الصيام أن الله تبارك وتعالى ميز أهله يوم القيامة وأكرمهم إكراما عظيما، فخصص لهم في الجنة بابا يسمى بالريان، خصص لهم بابا يدخلون منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، يعني لا يدخل أحد من أصحاب العبادات الأخرى. زيد كان كثير الصيام لكنه قليل الصدقة، وعمر كثير الصدقة لكنه قليل الصيام، فلا يزاحم عمر زيدا في دخوله من هذا الباب الذي هو باب الريان. قيل الريان من الري والارتواء، لهذا سمي هذا الباب بذلك. وفي تمام الحديث
فإذا دخلوه أغلق حتى لا يدخل أحد منه. لا شك أن من الناس من يدعى من هذا الباب ومن باب آخر وآخر وآخر، كحال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه يدعى من كل أبواب الجنة، وفي كل عمل فضل، وفي كل عبادة جزاء خاص ورد فيها. نعم، أيضا يعد الصيام كفارة لصغائر الذنوب، من أعظم ما يكفر به الصغائر الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. ها، الكبائر لا يكفرها الصوم، بل لا بد من أن تستقل بالتوبة. أما الصغائر فإذا صمت ذهبت بإذن من الله تبارك وتعالى. ومن فضل الصيام أيضا أن الذي يصوم سيبعد عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين جهنم 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، عموم الصيام، لم نأتي إلى رمضان بعد. فإذا أصبح الإنسان صائما وكان هذا الصوم بإيمان واحتساب، سيبعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يعني جهنم بعيدة عنه بمسيرة 70 سنة. مش بعيدة عنه 1 كيلومتر 400 كيلومتر، ولا لا، 70 سنة. فهذا من أعظم ما جاء في فضل الصيام. نعم، وسلفنا الصالح كان الواحد منهم لا يسمى عابدا إلا إذا كان مكثرا للصيام، وإلا فما سمي عابدا، كما قال غير واحد من السلف منهم ثابت البناني رحمه الله، وهو من التابعين، من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: لا يسمى العابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصال الخير حتى يرى صائما قائما. فهاتان العبادتان، الصيام والقيام، ضرورتان في تحقق العبادة في الإنسان كي يسمى عابدا زاهدا. نعم، ومن العجيب أن سلفنا الصالح كانوا يستعينون بالصيام على طلب العلم الشرعي، لكما هو الشأن في هذا الزمن، كثير من طلاب العلم إذا كان جائعا لا يركز ولا يخشع في سماع الدرس ولا ينتبه، فكأن الجوع يشوش عليه. أما سلفنا الصالح فورد عنهم خلاف هذا الأمر. يقول أحد السلف: كنا نستعين على الحفظ بالجوع. في وقت الحفظ، الوقت المخصص للحفظ، كانوا يستقبلون المحفوظة ببطن فارغ، قالوا لأن هذا أدعى إلى الحفظ من الشبع. أما اللي يشبع يقول لك لا يركز. والطلبة في هذا الزمن يشتكون عكس ذلك، يقول لك لا، أنا لو كان كنت جيعاً ما نركزش، بينما كي نشبع نركز مليح. الله أعلم، لعلها طبائع، لعلها طبائع في الناس. يقول أحد السلف: كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصيام، فهذا خاص بطلبة العلم. نعم، وأما الحكمة من الصيام فهي حكم كثيرة جدا ستأتينا أثناء شرحنا لهذه الرسالة. فمن أعظم حكم الصيام التحقق بالتقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة لعل في القرآن الكريم تفيد التحقيق دائما، في اللغة العربية تفيد الشك. عندما أقول لك لعل الفرض غدا، ممكن أن يكون وأن لا يكون، فأنا في شك. لكن رسول الله أو ربنا عز وجل إذا قالوا لعل، فمعناها للتحقق، يعني فعلا الصيام يسبب التقوى. فمن كان يشتكي من عدم التقوى ويرى أن نسبة التقوى فيه ضئيلة فليجرب الصيام. هذا من أبرز الحكم. من حكم الصيام أيضا وحدة الشعور بين المسلمين، فالغني إذا صام شعر بأخيه الفقير وقال في نفسه: أنا جائع إلى حد الإفطار، بينما أخي جائع الدهر كله، فيتحد شعوره معه. ووحدة الشعور بين المسلمين مطلب شرعي
ضروري لا بد منه وله شواهد كثيرة، منها ما هو منطوق كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. شيخ ربح إيه خلاص مش مشكلة. وأيضا من شواهده العبادات الجامعة كالصلاة في المسجد، ففي الصفوف التي تكون في المسجد نجد كل أنواع الناس، فالطبيب يضع رجله بجنب رجل الفقير، والغني يضع رجله بجنب رجل الوضيع، والدكتور يضع رجله بجنب رجل الجاهل، فهذا كله من شواهد وحدة الشعور بين المسلمين. في الإحرام بالحج الكل بلباس الإحرام، لا تميز، ترى إنسانا فلا تحسبه طبيبا، ترى إنسانا فلا تحسبه مثقفا دارسا متعلما، لا تفرق، هذا كله شواهد على ضرورة اتحاد المسلمين. نعم. أيضا من حكم الصيام، وهذا سبق معنا في المجلس السابق، تقوية الصحة والجسد، لأن الإنسان إذا صام تعالج، وصار الجسد حال الجوع يقصد الأمراض والأورام فيجعلها طاقة وغذاء، ولأن الشبع هو سر الأمراض، وسيأتينا هذا في شرح نونية القحطاني في الشق الذي يقول فيه: ركن التداوي المجاعة والظمأ، سنفصل فيها، لأن نونية القحطاني ما تركت صغيرا ولا كبيرا، حتى الجوع والطعام تكلم فيه رحمة الله تعالى عليه. من الحكم تربية النفس، تربية النفس مع ربنا عز وجل، لأن الإنسان إذا صام ترك الحلال الذي هو الأكل والشرب، فإذا تركهما وعود نفسه على ذلك وسهل منه ذلك كأنه قال بلسان حاله: أي ربي، لقد قدرت على أن أترك لوجهك الحلال، فالحرام من باب أولى. فيتربى الإنسان السلام يتربى مع الله من هذا الوجه. أيضا من حكم الصيام تعزيز جانب الصبر في الإنسان، لأن الصبر عبادة عظيمة جدا، ولهذا تسمى ربنا عز وجل به، فمن أسمائه الصبور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في الصبر، والمؤمن صبور، ومن لا يملك الصبر كان ضحية نفسه، وكان ضحية الاستعجال، ولهذا كان الناس يتواصون بالصبر منذ سالف الأزمن، ويقول الشافعي رحمه الله: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد، والصبر حيلة من لا حيلة له. هذا باختصار فيما يتعلق بالصوم. نأتي الآن إلى ما يتعلق بموضوعنا الأصلي، ألا وهو رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي لشدة عظمه جعله ربنا ركنا من أركان الإسلام، إذ لا يقوم إسلام العبد إلا عليه وعلى الأركان الأخرى. وهذا فيه أدلة كثيرة، من بينها الآيات التي كنا نذكرها، ومن بينها أيضا الحديث الأم الذي فيه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وفي رواية عند مسلم تقديم الحج على الصيام. نعم. ومن لا يصوم رمضان ينظر إليه، فإن كان عاجزا قضى أو أطعم، وإن كان متعمدا مع الجحود فهو كافر خارج من الإسلام، لأنه كذب الله ورد حكمه، وإذا كان تكاسلا وتهاونا فهو فاسق يخشى عليه، يخشى عليه من الكفر، قد يحمله هذا الاستهتار إلى أن يصل به الأمر إلى الكفر عياذا بالله، ونحن لا نكفره، لكن هو فاسق عاصي. واضح. ورمضان فيه فضائل كثيرة، من بينها أنه إذا أتى حدثت أمور عجيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان
فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. كل هذا تقديسا لهذا الشهر العظيم الذي فيه نزل القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي المردة من الجان. وأيضا من فضل رمضان أنه يكفر الذنوب، كما سبق من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشاء الله تعالى أن يجعل في هذا الشهر عتقاء من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. ولكن هنا أنبه إلى خطأ يقع من كثير من الطيبين، لا سيما الذين يصلون بالناس القيام ويقنيتون يدعون في العشر الأواخر، فتجده لجهله يرفع يديه فيدعو ويكون من دعائه: اللهم اعتق رقابنا من النار. هذا خطأ ولا يلزم الدعاء به، معناتها أننا حكمنا على أنفسنا أننا في النار فنحن ندعوه أن يعتقنا. واضح؟ نعم. لا صح. الخطأ خطأ لا ينفع معه حسن الظن، ينفع معه التصويب. وش معناتها اعتق؟ وش معناتها اعتق؟ يعني اعتق عبدا، أي راه مملوك يولي حر. لما تقول أنت اللهم اعتق رقابنا من النار، معناها أنك حكمت على نفسك أنك من النار وتدعو من الله أن يعتقها. صح الحديث لله عتقاء من النار في هذه الرواية عند كل فطر، وفي رواية في كل ليلة، ها؟ لكن هؤلاء العتقاء الذين في علم الله عز وجل أنهم من أهل النار، ماشي أنت تبي إذن الله ما تشوف النار ما تدخلها، علاش حتى تتفاءل لنفسك أنك من أهل النار وترجو الخروج منها؟ نحن نرجو أن لا نراها مثلا. نعم يجوز هذا، لكن اللغة العربية عندها معنى، إذا التزمناه راح يكون خطأ. نعم. وكما أشرت البارحة أو عفوا في المجلس السابق أن السلف كانت حياتهم كلها معلقة برمضان، فهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، كما جاء هذا عن أحد السلف وهو يحيى بن المعلى قال: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. فرمضان مقدس جدا جدا، فلا بد علينا أن نستعد له وأن ندعو ربنا أن يبلغنا إياه، لأن الذي أدرك رمضان ولم يغفر له فهو هالك. أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي يرون أن رمضان هو النجاة، لأن فيه تكثر المغفرة، تكثر المغفرة، فهم يستعدون هذا. ولهذا في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وأمن 3 مرات، أمن على دعاء جبريل، ثم سئل فقال، وكان مما دعا جبريل: ويل لمن أدركه رمضان ولم يغفر له. ويل لمن أدركه رمضان ولم يغفر له، لأنه أكثر المعاصي في شهر رمضان ولم يقدس هذا الشهر العظيم. ولهذا هنا أثر للحسن، فانتبهوا له، لأن معرفة حياة السلف تفيدنا، فهم قدوتنا، وينبغي أن تتحد نظرتنا مع نظرتهم لهذه الأمور. فجاء في كتب السنة أن الحسن بن أبي الحسن البصري مر بقوم في رمضان وهم يضحكون. أنا تعمدت هذا الأثر لأن رمضان تكثر فيه ويكثر فيه قطاع الطرق. من هم قطاع الطرق في رمضان؟ قطاع الطرق تاع رمضان شكون هما؟ المقالب والمسلسلات والأفلام والكاميرات الخفية، هذه هي قطاع طريق الحسنات. هل هذا جديد؟ بل كان قديما. انظروا، مر على أناس في رمضان وهم يضحكون، فقال: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. يعني شهر رمضان عبارة عن ساحة يتسابق فيها الناس في الخيرات، هذا هو المقصود. قال: يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم وفازوا. لا شك
إخواني والله أحيانا نرى في رمضان أشياء تخجلنا. تسمع بشخص ختم القرآن في 3 أيام في رمضان، وأعرف شخصا يختمه كل يوم في رمضان، فتنظر إلى حالك فتستحقر نفسك وتستصغر نفسك. قوم سبقوا فازوا، قوم ما تركوا صلاة الجماعة أبدا في رمضان، ما تركوا قيام رمضان، ما تركوا يوما إلا وتصدقوا، ما تركوا يوما إلا وقرأوا فيه القرآن الكريم. هؤلاء هم السابقون وهم الفائزون. ثم قال: وتخلف قوم فخابوا، فالعجب كل العجب للضحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون. وعليكم السلام. فالعجب كل العجب، يتعجب من أناس يضحكون ويلعبون، كما نتعجب من الذين يشاهدون الكاميرات الخفية في رمضان والأفلام والمسلسلات والموسيقى، لدرجة أن بعض الناس يضاعف هذه الأمور في شهر رمضان، بينما في باقي الأشهر كان عاديا لا يكاد يشاهد شيئا من ذلك، فلما حل رمضان صار يسهر مع هذه الأمور ويشاهدها ويضحك ويتأخر حتى تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال: وخاب فيه المبطلون، أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أما والله لو كشف الغطاء، يعني صار الإنسان يرى عالم الغيب ويرى كيف تصعد الملائكة بالحسنات ويرى كيف هي عظم جرم المعاصي في رمضان، لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أقف عند هذا لأشرع مباشرة يوم الأربعاء، يوم الأربعاء على الواحدة هاكو دو نسخة، اللي ما يقدرش يدي نسخة الآن فيما بعد إن شاء الله نسخة تاع المتن نبدأ فيه مباشرة يوم الأربعاء. بارك الله فيكم.